يقولون إن المشاريع تسير بشكل جيد عندما تكون المعالم والإنجازات محددة مسبقاً وواضحة. طيب إيش الفرق بين مخرجات المشروع deliverables ومعالم المشروع milestones؟ المايلستونز هي أدوات لإدارة المشاريع، تضع علامات محددة على طول الجدول الزمني للمشروع للإشارة لمراحل أو إنجازات هامة في حياة المشروع. تتمثل على هيئة شيك بوينتس، مجدولة ومحددة المواعيد، وهي تكون نقطة إنجاز لمهام رئيسية، بينما الديليفربلز هي المخرج النهائي الذي يتم تسليمه إلى العميل بحيث يمكن رؤيته وقياس نتائجه. تذكر تحدد معالم وإنجازات مشروعك بوضوح في بداية مشروعك، وتحدد تواريخ تسليمها حتى تكون مدير مشروع محترف. وتابع سلسلة وش الفرق على حسابات إمباور، وشاركنا تجاربك حول الإنجازات والمعالم على هاشتاغ وش الفرق.